العمارة السعودية الأولى هي على امتداد من باب السلام إلى باب سيدنا عمر بن الخطاب في هذا الخط في الجهة الغربية. أما الجزء البارز منها فهو من باب الرحمة إلى باب السلام مع الخمسة أقواس اللي أمامنا هذه، هذه إضافة الملك سعود للتوسعة السعودية الأولى. توسعة السعودية الأولى أساسها الملك عبد العزيز ثم أكملها الملك سعود. ثم تأتي التوسعة السعودية الثانية بجوارها، ويفصل بين التوسعة السعودية الأولى والتوسعة السعودية الثانية مجاز بسيط بصري حتى يؤكد شخصية كل مرحلة من مراحل التوسعة السعودية الأولى. الأمر الأهم هنا في التوسعة السعودية سنجد عناصر للهوية مهمة جدا. الأول الأبلق وهو اللونين الرمادي والأبيض، وهذا يعني متخذ من عناصر عمرانية في تجارب المسلمين في عمارتهم فأخذت منها هذه النسبة. كذلك القوس المدبب وهو القوس المخموس، وهذا يعني طوره المسلمين كثيرا فأصبح شعار لهم وعنوان خاص بهم. الأمر الآخر المديول اللي هو المسافة ما بين منتصف العمود ومنتصف العمود مبنية على مصلى الفرد وهي 120، فالمسافة هذه 6 أمتار يعني 4 يعني مصليات المصلين. وبالتالي نجد أن هذه العناصر المعمارية الأساسية التي شكلت هوية العمارة السعودية موجودة عندنا في هذه الزاوية اللي احنا نقف من خلالها. فهذه تعطيك ملخص موجز لتاريخ عمارة المسجد النبوي الشريف القائم حاليا من نقطة نظر واحدة، من نقطة نظر واحدة وهي يعني المركز منارة باب السلام. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.